صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من المشكلجية. حلقة النهاردة لا تقل خطورة عن فيروس كورونا. هنتكلم النهاردة على تقرير خطير جدا جدا في الوقت اللي الناس كل العالم مجتمع وبيحارب الكورونا، لسه في ناس بتدور ازاي تشيل المخلفات من الشوارع، مخلفات المصانع ومخلفات المستشفيات ومخلفات المنازل. الناس دي بتعاني تماما. هنطلع معاكم النهاردة من مدينة المحلة الكبرى قلعة الصناعة المصرية. هنطلع التقرير ونرجع لكم. دخلنا مدينة المحلة الكبرى وكل الأماكن اللي فيها مليانة مخلفات بتتساب فيها بالعشرين والخمسة وعشرين يوم، مفيش حد بيشيلها رغم ان هم خاطبهم المسؤولين ان حد يجي يشوف الكمامة اللي بقت مالية الشوارع. ده مكان مثلا زي مسجد، مسلمش من الكمامة ومن الإهمال. جنب المسجد على طول موجود الكمامة بالكام يوم، طبعا الريحة الفظيعة سابقة المكان، سابقة قبل المنظر كمان. كل المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي اللي هو سوق اللبن في المحلة الكبرى، زي ما انتوا شايفين الأطفال قدام الكمامة والكلاب الضالة، منظر يعني بشع جدا. يعني مسجد عايزين ايه أكتر من كده؟ يعني ان المسؤولين مش شايفين ده كله، مش شايفين منظر زي ده في الشوارع. وفين حي المحلة؟ فين رئيس الحي؟ ده في منطقة سوق اللبن بالمحلة الكبرى قلعة الصناعة المصرية. زي ما انتوا شايفين كده المكان، يعني ده جامع، يعني احنا مش بنتكلم بقى في مكان تاني، لا ده مسجد، اللي قدامنا ده مسجد. جنب المسجد على طول المخلفات بقى، كل اللي عايز يرمي بيرمي. طبعا ما بتتشالش ولا اي حاجة من دي بتتشال وتتسبل كام يوم محدش يسأل فيها. نزلنا وقلنا نشوف مع الناس ورأيهم ايه في اللي بيحصل ده. هم كلموا حد من المسؤولين ولا يعني هم اصلا ما حاولوش ان هم يتواصلوا مع حد؟ قالوا لنا احنا تواصلنا مع المسؤولين وكذا مره ان هم يجوا يشيلوا الكمامه من الشوارع من قدام بيوتنا. من حقنا ان احنا نتنفس هوا نظيف، من حقنا ان احنا نتنفس هوا نظيف. رأي الناس بالظبط في الشارع هنسمعه معاكم دلوقتي، تعالوا نشوف. زي ما حضراتكم شايفين احنا في المكان، عشان محدش يقول لا ده صور قديمه ده فيديوهات قديمه، احنا موجودين بالفعل دلوقتي في مكان ريحته سابقة الشكل، يعني الريحة سابقة الشكل. مهما هوصف لكم الريحة هنا شكلها ازاي محدش يتخيلها. طبعا الناس اللي هنا كلها بتعاني، عماير فوق، العماير دي كلها يعني كل دي ساكنة، كل دي فيها ناس ساكنة بالفعل. مش هنقول ان هي مكان مهجور او مكان معدوم، لا، المكان ده فيه ناس بالفعل، ومع ذلك الكمامة مالية الشوارع. الدبان والناموس والكلاب الضالة وكل حاجة هنا سيئة، حتى الريحة يعني مش عايزة أقول لكم لا تطاق. تعالوا هسيبكم معايا تتفرجوا عليها عشان محدش يرجع يقول من المسؤولين الكلام ده مش موجود. احنا دلوقتي في قلب الحدث، نزلنا بنفسنا عشان محدش يرجع يقول الفيديوهات دي قديمة، أصل احنا نظفنا، أصل احنا لمينا خلاص كل المخلفات اللي كانت في الشوارع، بدليل ان احنا سمعنا ان هم بيقولوا ان في عمليات نظافة في الشوارع في مدينة المحلة الكبرى. قلنا نتكلم مع الناس ونشوف الناس رأيها ايه في الكلام ده. هل فعلا المسؤولين بعتهم ولبوا ندائهم وراحوا شالوا الحاجات دي بجد ولا لا، ولا مجرد كلام؟ تعالوا نشوف كلام الناس ونرجع لكم. حكي برضه
ده شارع تاني، شارع يعتبر شارع رئيسي برضو، واسمه شارع الترعة. الشارع ده زي ما انتوا شايفين القمامة مالية الشارع، امتداده يعني طول ما احنا ماشيين هنا قمامة وهنا قمامة، كل شوية يعني خمس ست شوارع ونلاقي تجمع تاني. ده بيتشال، المنظر ده والشكل ده بيتشال، يعني ده شكل حد بيجي يشتغل عليه كل يوم او كل يومين حتى ان هو يتشال. طبعا انا مش عارفة اقول ايه. الاهالي خلاص طفح الكيل، اتكلموا كتير وطلبوا كتير من المسؤولين ان هم ينظفوا المكان، ارحمونا من الدبان والناموس، عايزين نتنفس هوا نضيف، عاوزين نحمي نفسنا وولادنا من الامراض، بقى عندنا امراض قد كده. تعالوا معانا نشوفهم لما هيتكلموا هيقولوا ايه. بالله علينا عنده سكر وعندنا جوزي جوه عنده اكتئاب، قاعدين بنتعارك معاهم والله. بعتوا لحد، حد جه هنا ولا ما اعرفش؟ انا اول مره اتكلم مع حد. ولا في شيء ولا هوا، عملوش حاجه، ناس كتير صوروا ولا حدش عمل حاجه. طب المنطقه دي اسمها ايه؟ المنشيه. كل القرف كله جاي من المنشيه الجديده. المنشيه الجديده القرف كله جاي منها. طلعي يا بنت حدي يا بنت، يعني كله بيجي يرمي عندكم هنا؟ زي ما يقول لك احنا بندعي إيه؟ مش عارفين انه جالنا مرض وجالنا قرف من الزباله. طيب وما بحدش بيجي يشيلها خالص؟ جونكا امها بالله بقالهم شهر. العربيه اللي جابتها، العربيه اللي شالوها وسابوها لنا بقى اهو بمنظر. تعالي شوفي والله الراجل نايم جوه تعبان، الراجل جاله اكتئاب وقعد جوه ومش عارف يقول جوه ولسه في الشركه وقعد جنب على الصدر. والله جايه من المستشفى، والله لو اعرف طريق الرئيس اروح له. ساعات معه كده صدري بيطبق عليا وبضحك. لكن هم سايبين لكم الشكل ده كده على طول ما بتتشالش؟ احنا مصورين اللي جايه من هناك. ايوه صورناها اللي هناك. بدي منظر بني ادمين يعيشهم والله العظيم. لا يا طلعت ولا حبيب، والله يا ريت الواحد يعرف. ولو اتكلمت مع حد بيطلع فينا يا كل وش الشقه جواها بوش وناموس وقرف والقرف ودبابه. ما بيعرفش احنا نفسنا نثبت نخش جوه. ومعانا اتصال من المحله الكبرى من الاهالي. اتفضل اتفضل استاذ احمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزين حضرتك تشرح لنا المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي، شكل القمامه والمخلفات دي، قول لنا ايه بقى اللي في الصور دي بالظبط؟ اللي في الصور ديت ان معظم الناس اللي بتهد البيوت اللي في منشيه البكري بيجيبوا الانقاض بتاعها يرموها في المنطقه، بالاضافه لاصحاب المصانع بيرموا مخلفات المصانع بتاعتهم، القص القماش وكده. والناس بترمي زباله. طبعا اي واحد معدي بيرمي زباله بتقول ده القماش ده مولع، كميه تلوث غير طبيعيه. في خلف الصور حضرتك في عواميد الدوله مشكوره ركبتها من سنتين، اشتغلت بالظبط اسبوعين واتفصلت. رحت ابلغ في حي عندنا في الاناره، قالوا لي هات لودر نظف حوالين العواميد واحنا نيجي نشغلها لك. حضرتك اللي تجيب اللودر؟ انا اللي اجيب اللودر. المهم كنت برضه في ناس فاعلين سير في المنطقه جابوا لوادر ونظفنا الحته ورحنا، محدش جه عمل حاجه. طبعا بالنهار الناس شايفه وهي ماشيه، انما بالليل كميه مهازل في المنطقه ديت، يعني شباب بتكاتك بياخدوا مخدرات، اي بنت جايه من الكليه بالليل، اي ست راجعه من شغلها، في تحرش، كلاب ضاله، ريحه، دخان. الحاجه العجيبه ان المحافظ بسم الله ما شاء الله بيعدي من المنطقه ديت يعني كل شهر مش اقل من مرتين ثلاثه. أنا شايفة دلوقتي قدامي يعني مخلفات من كل حاجة، يعني مخلفات. أيوة من كل مخلفات حاجة. مصانع في قماش، مصانع القصايف عند حضرتك، الناس بترمي أنقاض، الناس بترميها برضه، فديت نسبة تلوث غير طبيعية. طيب وفي احنا ملاحظين في معيز كمان في المكان، يعني المعيز دي بتاعت في رعاة بيخش من المعيز بتاعتهم. طبعا احنا مش هنمنع الناس. طيب وبيبقى المكان ده أمان بالليل؟ لا طبعا، لا طبعا. العواميد اللي في الصاله دي حضرتك ما هي شغاله، يعني كل ده بيبقى مطفي بالليل. كل ده مطفي والدنيا بالليل عتمه عتمه عتمه. بيجوا شباب التكاتك بالليل، ابر مخدرات، تحرش بالبنات هم جايين من الكليات. ايوه. اي انا لو راجع بالليل بخاف اعدي من المنطقه دي، بلف من ورا من الشارع الثاني. تمام. واشتكينا اكتر من مره ومفيش حد بيتحرك. كلمتوا مين يا استاذ احمد؟ رحت الاناره في حي ثاني.
وما كانش في اي استجابه؟ ما فيش اي استجابه. هو قال لي هات اللودر نضف حواليه، جبنا اللودر ورحنا، قالوا هنيجي وما جوش. يعني لا في استجابه في ان هم يشيلوا المخلفات دي، ولا في استجابه في اعمده الاناره؟ ايوه يعني اعمده الاناره ديت الدوله مشكوره زرعتها ونورت المنطقه امان للناس وما اشتغلتش، حصل فيها مشكله وقطعت الاناره منها. المفروض بقى يعني الحي والاناره يتحركوا، ما فيش. تمام، بنشكرك يا استاذ احمد جدا. شكرا. طبعا وشهد شاهد من اهلها، زي ما انتم سامعين وشايفين ان الناس نفسها خلاص طهقت، هم اللي بيجيبوا اللودر عشان يشيلوا القمامه من الشوارع، عشان يقدروا ان هم يعيشوا حياه طبيعيه، عشان ينوروا الشارع، عشان يبقى الشارع فيه شويه امان، ما يبقاش مأوى للمدمنين. ما هو تخيلوا مكان زي ده هيبقى ازاي بالليل؟ يعني اذا كان بالنهار احنا ما نزلناه المكان يعني سيء جدا، بالليل هيبقى شكله ازاي؟ تعالوا نكمل شهادات الاهالي اللي كانت موجوده في المنطقه واللي بتعاني من كل اللي بتعاني من الامراض بسبب المكان ده، بسبب تجمع القمامه في كل الشوارع، ان هم لو فتحوا شباك ولا فتحوا بلكونه ده المشهد قدامهم. تعالوا معانا نسمعهم ونرجع لكم تاني. انا حضرتك على الوضع اللي احنا شايفينه ده، الزباله. طيب هي ما فيش حد بيجي يشيلها خالص؟ بيشيلوا يوم ويجي يوم، يعني ما فيش استقرار، وكلها ريحه الزباله راح علينا. احنا شامين الصراحه، احنا واقفين وشامين. طيب الوضع ده علاج عليك يعني؟ احنا عاملين في المنطقه هنا، خدت بالك شوف الزباله حوالينا ازاي؟ زي ما انت شايفه كده. طب والعواميد دي شغاله؟ عواميد الاناره دي؟ هي شغاله بس ما بتقيتش. ما بتقيتش؟ ايوه. يعني هي شغاله بس ما بتقيتش، ما بتشوفهاش قايله. ما بتشوفهاش قايله. تمام. كده طيب والمنطقه هنا يعني تعتبر امان بسبب ان القمامه ماليه الشوارع، دي تعتبر امان هنا؟ ايوه امان. امان يعني انت ممكن تمشي هنا بالليل؟ احنا قاعدين كده القمامه هنا 24 ساعه. بس انا شايفهم بيشيلوا حاجه، هو بيشيلوا ايه؟ بيشيلوا كسر. كسر بس؟ كسر وكسر بيجيبوه ويشيلوه تاني، العماير والحاجه دي. يعني عاملين زي مخزن. مخزن ليهم وانتوا اللي متضررين هنا. شكرا. انا حضرتك على الوضع اللي احنا شايفينه ده، الزباله. طيب هي ما فيش حد بيجي يشيلها؟ زي ما حضراتكم سمعتم الناس هنا شايفه ان ده بقى مخزن، كمان اللي بيهدهم او بيكسرهم او اي حاجه من دي بيجوا يرموا في المكان ده كمخزن، يعني يسيبوا حاجتهم هنا مخزن احسن ما يأجر مخزن، كده كده اهي مرميه مع القمامه ومع المخلفات. الناس دي شايفه ان هي كده ابسط حقوقها مش لاقياها، ابسط حقوق ان انا اتنفس هوا نظيف، انا مش عارفه اتنفس هوا نظيف. عشان المسؤولين ولا كانهم سامعيننا. بيقولوا ان في حملات نظافه في المحله ورئيس الحي اتغير وان هو بينظفوا وبيعدلوا فيها، احنا مش شايفين اي تغيير. اتكلموا وطلعوا هاشتاجات كتير للسوشيال ميديا واتكلموا، قالوا المحله لازم تنظف، المحله ريحتها طلعت. لا المحله نطفت والمحله ما زالت ريحتها طالعه. احنا كل اللي عايزين نعرفه الناس دي الامراض اللي بتجيلهم، الاطفال اللي دايما القمامه بتتحرق قدامهم وبيتنفسوا الهواء ده، يعني لو فتحت شباك يا الناموس يا الدخان بتاع القمامه وحرقها. تعالوا معانا نسمع باقي الناس هيقولوا لنا ايه. توصف لنا ايه الوضع بقى اللي احنا شايفينه هنا بالظبط؟ والله الوضع بقى اللي شفناه من ساعة ما ردموا الصف الصف عشان دوت، والردم بقى كل شوية واحد يجيب ردم هنا، كل واحد يجيب ردم هنا، كل واحد يجيب زبالة هنا، بقى حتى بقى الزبالة، حتى احنا عايشين حتى ريحة الله ما مش طايقينها. يعني ما بيشيلوهاش خالص دي؟ لا ما بيشيلش، شال ازاي؟ يعني الوضع ده مثلا ممكن نقول بقى له قد ايه؟ بقى له فترة كبيرة، ما هو زي ما شبه كده، على الوضع على يجي يفردوها كده وخلاص، يفردوها يطلعوها لفوق كده حتى وخلاص وبس، هذا الحكاية. طيب كلمت حد من المسؤولين؟ ما هنكلم مين؟ ما فيش حد هنا مسؤولين، حد ما هم عدينا يعني رئيس المدينة؟ لا ما المحافظ؟ ما شفت، ما وقفتش حد عشان أمانة أنا ما أعرفش حد، عشان أقول لك الناس هنا برضه هنا بس عايشين برضه هنا، يعني ايه الريحه طالعه علينا فوق. طب والعواميد هنا شغاله؟ لا العمود مش شغاله. العمود يعني بس كمان العمود اللي شغال هنا كده شغال، اما الطريق هنا مش شغال. يعني الطريق ده بالليل يبقى لا ضلمه، مفيش محدش بقى يقدر يمشي من هنا. لا مفيش بقى هنا. طيب مين اللي يبقوا بقى هنا في المكان ده؟ اكيد يعني لو
اللي هم الشمامين بقى أو طبعا لا لا وبيشموا وبيقعدوا بيحطوا مخدر. من المشاهد كمان اللي شفناها وعمر ما هنقدر ننساها ابدا، ميدان كامل، ميدان رئيسي اسمه ميدان بسيسة. المكان ده في سوق بيبقى يوم الثلاث ويوم الجمعة، دايما تلاقي الناس بتذبح بطريقة عشوائية، الأحشاء بتاع الطيور مرمية كلها على الأرض والمخلفات بتاعتهم كلها مرمية، دم ومية وأحشاء مرمية على الأرض والناس واقفة في وسطها والبياعين قاعدين في وسطها والطيور بتاعتهم وقاعدين بيها. المشهد ده بيتكرر كل أسبوع كل يوم ثلاث وجمعة. الناس طهقت من المنظر ده يا جماعة. أنا عايزة أعرف إحنا بنحارب كورونا، كورونا إيه؟ يعني كورونا إيه؟ ده الصحة المفروض هي اللي تروح تجيب الناس دي. يعني إزاي إن الناس دي ساكتة كده؟ ساكتين عليهم إزاي؟ ساكتين على مكان زي ده موبوء كده إزاي؟ إن يكون الدم على الأرض وينظفهم ويرموا حاجتهم على الأرض عادي جداً. والمشهد كمان اللي جنبه ان برضو اللي بيبيعوا الخضار بيبيعوا في وسط الكمامة حواليهم من كل ناحية. شوفوا لنا كده التقرير يا جماعة، الفيديو بتاع الكمامة اللي مرمية في وسط الخضار وهم قاعدين بيبيعهم والبياعين قاعدين والناس بتشتري منها وهي حاطة الخضار على الكمامة فوق منها. تعالوا معنا نشوفها. هم قاعدين بيبيعهم شايفين الخضار والحاجة محطوطة في وسط الكمامة عادي جدا، والطيور طبعا اللي قاعدة دي يعني منظر بشع. دول كل المكان ده اسمه سوق بسيسة عشان المسؤولين، عشان كلامنا يكون واضح وما فيش فيه أي حاجة مش صحيحة. ده سوق بسيسة، المنظر ده لسه أول امبارح عشان ما حدش يقول أي حاجة فيه. الخضار في وسط الكمامة شايفين البياعين قاعدين ازاي؟ مش هنقول بقى صور عشان حد يقول لنا قديمة، الفيديو قدامكم اهو. وواقفين الناس بيشتروا عادي، يعني اللي هم اتأقلموا على الوضع ده خلاص بقى الوضع ده العادي، ما عادش في حاجة غريبة. كورونة ايه؟ كورونة ايه؟ احنا في اللي احنا فيه ده؟ الناس عادي يعني، شوفوا الناس واقفة عادي، هو ده الطبع المشهد الطبيعي اللي اتعودوا عليه. ان هم يشتروا في وسط الكمامه الاكل اهو. طبعا منظر صعب جدا. الصورة كده وضحت تماما، المحلة لازم تنضف. بعد المشهد ده المحلة فعلا ريحتها طلعت، فعلا ريحتها طلعت، بس للأسف ريحتها ما طلعتش للمسؤولين. ان هم ما يكونوش شايفين، يعني ده شارع رئيسي، احنا ما دخلناش في شارع جانبي، احنا كل ده في شوارع رئيسية، ميدان، سوق عمومي كل الناس عارفاه وموجود عند السوق ده من اوله لاخره، الكمامة مالية الشارع والناس قاعدة في وسطها، واللي بيذبحوا قدام شوية يعني خطوتين على بعد خطوتين منها، في مدارس، في مطاعم، في المكان قدام على طول الناس اللي قاعدة بتبيع الخضار دي في مطاعم قدامها. ازاي؟ ازاي؟ يعني مشهد غريب بصراحة جدا. واللي هو يعني ما نقدرش نتقبله خالص ان الاطفال يعني يطلعوا من المدرسة قدامهم الكمامة. في مشهد برضو جميل جدا عجبني قوي الصراحة، عربيات النظافة، عربيات النظافة وهي رايحة تجرش ومعدية على الكمامة ولا كأنها تعرفها، ما بصتش حتى عليها، عدت من جنبها ودخلت على الجراج. بس احنا عرفنا بكاميراتنا نرصد العربيات وهي داخلة علشان نشوف انتوا ازاي كده، يعني ازاي معدي كده ما فيش اي حد، ان هو داخلين الجراج والعربيات ماليه الجراج وما بتشتغلوش، في 22 عربيه. فيعني انتوا في 22 عربيه ليه ما بينزلش غير 15 عربيه؟ ويا ريت ليهم تواجد، ما لهمش اي تواجد، الشوارع كلها في المحله ريحتها طالعه.
نشوف الفيديو، نشوف الفيديو بقى والعربية داخلة الجراج واحنا بنحاول نرصدها قبل ما تدخل ويقفلوا عليها الجراج. ده طبعا في الشارع قبل ما العربيات نوصل للعربيات اللي هي بتاعت الطريق كله، طول ما احنا ماشيين الطريق كده شايفين المشهد، البيوت حواليها عادي مفيش اي مشكلة. دي اللي حرقنها، الشارع طبعا الناس قاعدة في وسطها، يعني قاعدين في وسطها. احنا كده ماشيين الطريق كله بالكامل طريقنا واحنا رايحين للجراج عشان نشوف المنظر ده ايه، زي الطريق ده كله مش مكان واحد، ده كذا مكان. زي ما انتوا شايفين، احنا يا ريت حد من المسؤولين يتواصل معانا يقول لنا المشهد ده ايه. اكيد الناس دي لو كانت شافت ان في حد بيجي يتنظف المكان اول باول ما كانش هيبقى الحال وصل لكده. اصل دي مش وليده يوم ولا اتنين ولا تلاته، كلام الناس ان في عربيات نظافه بتيجي ترمي عندهم، بتيجي ترمي عند بيوتهم، بتيجي ترمي عند بيوتهم. شايفين المشهد؟ اظن كده الصوره وضحت تماما، الناس عرفت ان التقصير فين. احنا قبل ما ندور نرصف شوارع او ندور ان احنا المحل فيها، شفنا وتابعنا ان فيها رصف للشوارع، في محطه ميه، في شويه تعديلات، ان كانت الميه الاول بتكون قطعه على طول، دلوقتي لا المواضيع دي اتعالجت. بس القمامة يا جماعة، القمامة اللي احنا المفروض دلوقتي امس وقت ليها ان احنا ننظف شوارعنا، ما يكونش في شارع لسه بالمنظر ده. الناس بره بتحارب الكورونا بان هي بتعقم شوارعها، مش لسه ان هي بتدور مين اللي هيشيلها المخلفات دي. يا ريت صوتنا يكون وصل، ويا ريت حد من المسؤولين يكون تابع كلامنا ده، عشان الموضوع ده خطير بجد، خطير بجد، بيهدد الاطفال وبيهدد الكبار وبيخلي ان هنتنفس ايه. اتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم، والقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله وحلقه جديده مع المشكله الجايه.